درسناها حلوين. قبل لا نبدأ بالدرس، حابة اليوم أحكيكم قصة قصيرة وكلش حلوة. مثل ما تعرفون يا طلابي الأعزاء إنه عدد الحروف باللغة العربية 28 حرف، هاي حفظوها، خاف أحد يسألكم. اللغة العربية حروفها 28 حرف، تمام؟ إحنا هذه السنة راح نتعلم القراءة والكتابة بواسطة طريقة المقطعية الصوتية. بس تقولوا لي سينسي شنو هاي؟ راح أحكيكم قصة عليها. يلا جاهزين للقصة؟ تمام. أكو عالم يسموه عالم الحروف. هذا عالم الحروف موجود الحروف مال جميع اللغات، موجود الحروف مال اللغة الإنجليزية، وموجود الحروف مال اللغة اليابانية والصينية والكورية والأوروبية كلها، ومن ضمنها كانت تعيش أيضا الحروف العربية اللي هي 28 حرف. هاي الحروف كان عندها ثلاث أخوان أقوياء وممدودين يسموهم حروف المد. هذولي مثل ما تعرفون أخذناها حروف المد اللي هي آ أو إي، هاي حروف المد. باقي الحروف يسموها حروف صحيحة، ماشي يا حلوين؟ يسموها حروف صحيحة. باقي الحروف ما عدا حروف المد يسموها حروف صحيحة. في يوم من الأيام الحروف الصحيحة اجتمعوا سوية، واحد من الحروف قال لهم إحنا لازم نخلي البشر أو الناس اللي هم العرب إحنا إنه يتحدثون يعرفون الكتابة والقراءة بواسطة الطريقة المقطعية. فواحد من الحروف قال له وشلون إحنا ما نقدر؟ فقال له أنا عندي الحل. قال له إحنا عندنا أصدقائنا حروف المد، هاي حروف المد إذا صادقناهم راح يكونون مقطع. أي واحد من هاي الحروف الصحيحة البينة إذا صادقت حروف المد اللي هي الآ أو إي راح نكون لنا مقطع، والكلمة يصير بيها أكثر من مقطع إذا إجا أكثر من حرف مد بيها. واضحة؟ هذه هي حروف المد. فراحوا الحروف المد قالوا لها يا حروف المد إحنا نريد نكون أصدقائك حتى نكون إحنا وياك مقطع. فحروف المد هم أقوياء وصوتهم قوي وممدود وأيضا طيبين، فحبوا قرروا وافقوا إنه يساعدون أصدقائهم الحروف الصحيحة. مثلا هسه تقولوا لي سينسي انطينا مثال شنو منو من الحروف الصحيحة الموجودة؟ لحظة بس خل امسح هاي حتى تبين عندكم. اوكي، مثلا انتوا اخذتوا هذا الحرف، هذا حرف د د، هذا حرف صحيح. من اجا ويا حرف المد آ صار عندنا مقطع دا دا دا، فشكون لنا مقطع. هذا الحرف الصحيح د من صادق حرف المد آ سوانا مقطع واحد اللي هو دا دا. أخذتوه ذاك الدرس ويا السارة. مرات كلمات بها أكثر من مقطع، إذا خلينا لها جبنا لها حرف صحيح وخلينا حرف مد صار لنا مقطعين، هذا الد هذا آ، فصارت عندنا مقطعين. ليش صارت عندنا مقطعين؟ لأن عندنا حرفين مد، صارت هاي الكلمة بيها مقطعين يا حلوين لأن بيها حرفين مد آ، هذا حرف الثاني آ، لذلك الكلمة هاي بيها مقطعين فصارت دا دا. أصفق دا دا، شوفوا مقطعين دا دا، تمام يا حلوين؟ واضحة هسه؟ أوكي، هسه نيجي يا حلوين
نراجع حروف المد، أصوات حروف المد. يلا يلا، من يريد يقوم؟ يا شطور يا شطور، يريد يقوم يقول لنا أصوات حروف المد. يلا عباس، عباس ليش ما جيت الدرس أخلاقنا؟ عباس عباس يلا حبيبي، شنو صوت حرف المد؟ أصوات حروف المد عبوسي، شلونك هلو حبيبي؟ سانسي، شلونك حياتي؟ هلو سانسي، هلو سانسي، يا روحي يلا انطينا صوت. هذا شنو صوت الحرف، حرف المد هذا شنو صوته؟ شنو هذا؟ اي عافية عافية، بطلة صفقولة. يلا يلا صد صفقول صديقكم عبوسي. او اي عافية. او هذا، او هذا، اي عاشت ايدك. اصدقائك ايضا صفقوا لك، ميارده صفق لك، عاشت ايدك يا حلوة. علاوي علي نعيمي صفق لك، عافية عاشت ايدك. صح هسه، شكرا حبيبي عبوسي، سد المايك هسه، نقوم طالب اخر. من يريد يقوم؟ يلا يا محمود، محمود البطل نعم سانسي. حبيبي، شنو اصوات حروف المد؟ او اي بطل انت جدا ذكي، عاشت ايدك. صف ما قولي اخذت يعني ايه ايه، هاي سدان راجعي حتى لا ننساهن يا بطل انت. شكرا اصدقائك ايضا عفوا يصفقوا لك. سانسي. حبيبي سدي المايك من يمك. يلا نشوف، يا يريد يقوم؟ من يريد يقوم؟ علي احمد كاظم، علي احمد كاظم حبيبي. علاوي شنو حروف المد؟ بطل احسنت، عاشت ايدك، صفقوا له صفقه قويه. شكرا حياتي، احسنت، انت طالب جدا شاطر. هسه يا حلوين، سجاد، سجاد ضياء، نعم سانسي. سجودي، حرف المد ها آر يشبه شنو قلنا؟ قصدك الألف؟ نعم هو اسمه ألف بس صوته يشبه شنو قلنا؟ تشبه العصا، سهلة. عافية، هو يشبه العصا. وبعد احنا بما شبهنا ذاك الدرس، انت بما تكتب؟ ألف اي اي بما اي تكتب صح، انت بما تكتب يشبه شنو؟ العصا. صح عافية، هو العصا، بس احنا بما شبهنا؟ بما تكتب انت؟ ما يصير، ما يقبلون. لا لا، انت هسه شنو لازم بيدك؟ لازم شنو بيدك؟ يلا فكر يلا، انت فكر. ذكي ذكي، انت ذكي. باو على السنسة، باوعلي باو باوعلي باوعلي، لا انت لازم بيدك شيء. شنو هذا اللي لازم بيدك؟ شنو اللازمة؟ شنو هذا اللازمة؟ ايش لازم؟ قلم، عافية. قلم، لا عاد يشبه القلم، هو صح انت ذكي، هو يشبه قلم. العصا وهم يشبه القلم. عاشت ايدك يا شاطر. طب قول السجودي، عاشت ايدك. انجلتهم ماشي يا حلوين، هسه انجلتهم نشوف لنا لحظة طلابي، بس خل اشوف ايش فيه النافذة. اوكي ماشي، هسه نختار طالب اخر. يلا يا ديمة، دي يوم حبيبي. نعم يلا حياتي، نعم سانسي حبيبتي
حرف الأو، حرف المد أو، يشبه شنو قلنا؟ يشبه شنو حرف الأو هذا؟ نظارة. بطل، أنت جدا ذكية ورائعة، عافية صفقولها. نظارة. يشبه النظارة، عافية حبيبتي ديما، صفقو ديما، عاشت إيدك يا بطلة، عافية، أحسنتي. شكرا حبيبتي ديما. هسه خنشوف منو منو راح يقوم، منو منو منو، يلا منو منو منو، حسن أحمد جبار، يلا حسوني. يلا. نعم سامسي. نعم حبيبي، حرف الإي يا روحي يشبه شنو قلنا؟ حرف المد إي، عافية البطة، صفقولة، شاطر شطور، أحسنت، يشبه بطة. شكرا، وهذول أصدقائك هم صفقوا لك، تستاهل حبيبي. هسه نجي، العفو يا روحي. علي نعيم، علاوي، تمشي شلونك حبيبي؟ زين. علاوي هذا الحرف شنو صوته؟ أخذناه ويا سارة وراجعناه ذاك الدرس. عافية، د، أحسنت، أنت جدا شاطر. زين علاوي، لأن أنت ذكي أنا راح أسألك سؤال شوية صعب. بس لحظة ماما، هسه افتح المايك من يمك. ماشي، انت تسمعني زين؟ نعم. ماشي حبيبي، هذا قلنا د د دي. زين، من اخل من حرف الد يصادقنا حرف المد آ، صار لنا هذا المقطع شنو صوته؟ دا بطل، قولها بصوت اعلى، دا بطل، احسنت احسنت، شطور انت شطور، عافية صفقولة العلاوي. شكرا حبيبي، انت جدا ذكي. ماشي، هسه ميار، نعم صاحبتي، شلونك حبيبتي؟ زينة. وين كنتي بدرس اخلاق اللي افتقدناك؟ ماشي حبيبتي، حبيبتي ميار، هذا الحرف شنو صوته؟ دي. د، عافية، انت جدا شاطرة، ولأن انت ذكية راح اسألك سؤال شوية صعب. زين، من حرف الد صادقنا حرف المد آ، شنو طعنا من صوت؟ يا مقطع هذا، يلا. عافية، أول شيء نرفض الد، د آ، شنو طينا من صوت يا مقطع؟ عافية شطورة، أنت ما تحتاجين ماما لأن أنت شطورة. ماشي، فباي على الكاميرا، عافية عافية، صدقولها ديما الميار، العفو، تستاهلين حبيبتي، أحسنتي. ماشي، هسه نقوم طالب آخر، يلا يا أوس. أوس نعم حبيبي، ام عفو، هذا الحرف شنو؟ اد. عافية، زي حرف الد، مين صادقنا حرف المد آ، شنطينا هذا المقطع يا صوت؟ دا بطل، أحسن، صفقولة، أحسنت أنت يا شاطر، صفقولة الأوس. ماشي، هسه نجي بعد، يا هو نقوم، عبد الله، عبد الله أحمد، يلا عبودي، عبودي تقدر تقرأ لنا هاي؟ يلا. بطل، أنت جدا شطور، جدا ذكي، أحسنت، عاشت إيدك يا بطل، شكرا حبيبي.
ماشي، هسه خلينا نقوم واحد، خلينا نشوف. يلا يا شاطر يا شاطر، يريد يقوم ويقرأ لنا. يا شاطر يا شاطر، جوني عباس. يا نعم سانسي، يا نعم سانسي حبيبي. هاي شنو هاي؟ هذا المقطع شنو صوته؟ ده عافية، أحسنت، أنت جدا رائع. زين، لأن أنت كلش ذكي، راح أسألك سؤال شوية شوية صعب. زين، من خليت هذا المقطع وياه، هي هاي هذا المقطع صوته دا. زين، من خليت هذا وياه، هذا المقطع صار. يلا يلا، أنت شطور، أنت ذكي. دادا عفية، دادا، أحسن، صبقولة، أحسنت، أنت يا شاطر، عاشت إيدك. شكرا حبيبي. شكرا سانشتي. العفو. زين، محمود. شدي المايك عباسي. نعم سانشتي. نعم الله عليك حبيبي. محمود حبيبي، هذا المقطع شنو صوته؟ د د د عفية عفية، هذا د. زين، صادق حرف الآ، صار هذا المقطع دا. بطل، أنت جدا شطور وذكي، ولأن أنت ذكي راح أسألك شوي سؤال صعب. زين، من اجى هذا المقطع ويا صار لنا دا. إيه؟ دادا. بطل، عاشت ايدك محمود، عافية، مش شاطر. شكرا حبيبي. عفوا سانسي. العفو حبيبي. يلا حسن، حسن احمد جبار. نعم سانسي. حسوني، نعم. هذا المقطع شنو صوته؟ ها؟ د. عفية، هذا الحرف د. صادق حرف المد. انشط انا من المقطع يا صوت. دا. بطل، انت جدا بطل، عاشت ايدك. زين، من اجى هذا المقطع الثاني ويا صارت هاي الكلمة؟ دادا. بطل، احسنت احسنت، عاشت ايدك يا شاطر. شكرا حبيبي حسوني. شكرا سانتا. نعم، العفو حبيبي. هسه نجي علي احمد كاظم. علاوي ده تسمعني؟ علاوي، تقدر تقرأ لنا هاي الكلمة شنو؟ عفية، أحسنت، شطوري شطوري علاوي، أحسنت، عاشت إيدك، وهاي صفقة مني إليك. شكرا علاوي، شكرا بالشاطر. يلا هسه يا طلابي، منو منكم يقول لي شنو هاي الصورة؟ يلا يلا يا شطور، يقول لي يا شطور، يلا يا شطور. أوس. نعم حبيبي، هاي شنو الصورة؟ ده عفية، دار، دار، عفية، أحسنت، شكرا حبيبي. هاي صفقية، صفقولي صفقولي الأوسي. تانكي. نعم حبيبي. تنسين الماي. ها؟ تنسين الماي. شلون؟
تقول حبيبي؟ تريد اسد لك المايك؟ اي اوكي ماشي هسه سده. زين عبد الله ما سمعنا صوتك. عبودي نعم سانسي حبيبي عبودي، شنو هاي الصورة؟ لحظة خلي اطلع لك اياها. هاي شنو الصورة؟ دار. عفية دار. دار عفية، صدقولة صدقولة، عاشت ايدك يا البطل دار. شكرا حبيبي. زين خلينا نشوف طالب ثاني. طالب ثاني يلا يلا، منو منو من يريد يقوم؟ يلا يرفعوا ايدكم، خلي اشوفكم خلي اشوفكم. منو منو من يريد يقوم؟ منو؟ يلا ميار. نعم سانسي حبيبتي، شنو هاي الصورة؟ دار. عافية، عاشت ايدك يا البطلة. دار دار، عاشت ايدك، شكرا ايدك يا حلوة. طبوها الميار. يلا نشوف طالب اخر. سجاد يلا سجاد. سجودي شنو هاي الصورة؟ دار. عفية دار. دار عفية، صدقولة سجودي. أحسنت أحسنت يا البطل. شو صديقتك ميار دش ده صفق لك؟ بعد مين دي صفق لك؟ بقية هم مين دي صفقوا لك؟ عبد الله والآخرين همين. شكرا إلك يا حلو. عفوا. ماشي يا حلوين. هسه تذكرون هذا المقطع يا حلوين؟ هذا سمينا هذا المقطع، سمينا من يتذكره؟ بالله شو رفعوا لي ايدكم، من يتذكره؟ خل اشوفكم. حسن تتذكر هذا المقطع؟ علاوي علي احمد كاظم تتذكر هذا المقطع حبيبي؟ سجودي، عفية، عبد الله، أوس، محمود، حسن، ميار، عباس، عباس تذكر هذا المقطع؟ علي نعيم، أحسنتم، هذا المقطع دا، هذا مقطع دا. هسه هسه باعوا باعوا باعوا، ميار باعوا، شوف شو راح أخلي بصفه، شوف شوف شو راح أخلي بصفه. صار عندنا دار دار. يلا 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 حركوا لساناتكم. دار 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 دار. شفتوا شفتوا يا حلوين؟ دار دار. دار 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 دار. هسه هسه يا بطل يا بطل، يقدر يقرأ لي هاي الكلمة يا بطل؟ بالله يلا شو شو خلي اشوفكم، شو خلي اشوفكم. من يقدر يقرأ لي ياها؟ منو يقدر؟ منو 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 منو؟ يلا علي أحمد كاظم. تعرفين شنو سمتني علي شو اسمه علي كاظم؟ يلا علاوي علاوي تسمعني حبيبي؟ هاي شنو الكلمة؟ هاي 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 هاي، باوعلي باوعلي هنا باوعلي هنا، باع 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 علاوي.
هذا شنو المقطع؟ دا. زين وهذا رر. صارت دار. يلا قولها. دار. يلا قولوا يا حبيبي هاي دار. هذه كلمة دار. يلا انت تعرف، انت شطور، انت شطور. علي صوتك، علي صوتك، خلينا نسمعك. بطل، بطل علاوي، بطل. شطور، شطور، احسنت، بارك الله فيك، شكرا يا حلو. يلا سجاد. نعم سانسي. هذا شنو المقطع؟ لحظة حبيبي. دادا. هذا شنو المقطع هذا؟ دا. عافية. هسه ما خليت هذا الحرف صار مقطعين. هو مقطع، هذا الحرف. تقدر تقرأي هاي الكلمة؟ سمينا لحظة. إيه هذا؟ لحظة. شنو؟ هذا شنو هذا؟ دار. عافية دار. هسه هذا المقطع احنا اخذناه، هذا المقطع دا. من اخلي له رر صار دار. 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 زين هسه يا حلو هذا المقطع شنو؟ دا. عافية. هذا المقطع دا. هذا المقطع دا. خليت له رر. صار. صار هاي الكلمة صارت دار. عافية شطور سجودي، شطور. صبقوله صبقوله السجاد، احسنت يا شاطر. شكرا حبيبي. يلا علي نعيم. علي نعيم اين انت يا علي؟ نعم سانسي. علاوي هذا شنو المقطع؟ لحظة ماما. سانسي الصوت قاعد يقطع. هسه الصوت زين حبيبي؟ ايه. اوكي هذا شنو المقطع قلنا؟ قلنا عليه هذا شنو؟ دا. دا. عفية دا. زين خلينا له رر. صارت الكلمة دار. عافية شطور علاو، شطور، أحسنت، بارك الله فيك، شكرا يا بطل. شكرا سانسي. العفو حبيبي. يلا حسوني. حسن عب سانسي. حسوني هذا المقطع شو اسمه؟ شنو صوت العفو؟ ما هو صوته؟ دا. عافية خلينا له رر. صار صدق دار. عاشت ايدك، عاشت ايدك يا بطل. صفح الحسوني. شكرا يا روحي حبيبي، انت جدا ذكي. يلا عبد الله. شكرا سانتي. العفو حبيبي. يلا عبودي. عبودي هذا شنو المقطع؟ شنو صوته؟ دا. شنو صوته يا روحي؟ دا. دا. عافية صوته دا. هسه لحظة. هسه دا. عافية عاشت ايدك، عاشت ايدك يا شاطر صبولة، انت جدا ذكي. شكرا حبيبي. عشي. يلا يا حلوين، من يريد يقوم بعد يقرأنا هاي الكلمة؟ منو 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 منو؟ عباس، اين انت يا عباس؟ وينك عباس؟ يلا عبوسي. نعم سانسي. نعم سانسي.
حبيبي شنو هذا المقطع صوتك؟ دار. هذا المقطع. يلا اعتمد على نفسك، ممكن نعتمد على نفسنا؟ يلا انت شاطر وذكي. دا عفية. وهسه صار دا عافية. عاشت ايدك يا شطور. شكرا سانسي. العفو حبيبي. يلا من يريد يقوم؟ اوس يلا يا حلو سمعنا صوتك. امشي حبيبي اوس، هذا المقطع شنو؟ دا عافية. وهسه دا عافية. عاشت ايدك يا شاطر يا ذكي، عاشت ايدك. احسنت، بارك الله فيك، شكرا حبيبي. يلا بعد من يريد يقوم؟ خلينا نشوف من ميار. يلا يا حلوة. نعم سانسية. نعم حبيبتي ميار، هذا المقطع شنو صوته؟ دا. دا أحسنتي. وهسه دار. عاشت إيدك يا البطلة، بارك الله فيكي، أنت جدا رائعة، شكرا حبيبتي. العفو حبيبتي، تسلمين. يلا فنشوف من يريد يقول. منو ما قام؟ يلا عبد الله، يلا عبودي. نعم سانسي. عبودي هذا المقطع شنو؟ شنو صوته؟ دا. دا عاشت ايدك. هسه صار دا. عاشت ايدك يا شاطر، صفقوا له، صفقوا العبودي. احسنت، شكرا حبيبي لمشاركتك. يلا يا علي احمد كاظم، يلا يا شطور. علاوي هذا المقطع شنو صوته؟ باو علي هنا، انت شاطر. يلا قول، لا تستحي. عافية، شوف انت قد شاطر. عافية زين. وهسه صار باو علي، الصار يا حلو. شلون يا حلو؟ عفية. أحسن، دار. عفية، صفقوا للعلاوي، أنت جدا ذكي، شكرا حبيبي لمشاركتك. هسه يا حلمي، منو يريد يلعب لعبة؟ يلا هنشوف لعبتنا شنو. يلا يا حلوين، منو من هاي الكلمات هي كلمة دار؟ يلا خلينا نختار. منو راح يقول؟ منو قاعدة مال أبطال، قاعدة صحيحة؟ منو؟ يلا سجودي. وينك سجاد؟ أين أنت يا سجاد؟ أنا لا أراك يا سجاد. وين اسمك راح؟ أوكي سجاد. نعم سانسي. نعم حبيبي. يا هي من هذين الكلمات هي كلمة دار، الأولى لو الثانية لو الثالثة. منو هي كلمة؟ عفية. أحسنت. شكرا لك حبيبي.
يلا محمود. نعم سانسي. نعم حبيبي محمود. من هاي الكلمات هي كلمة دادا؟ الأولى. حفية. شطور شطور محمود، عاسد إيدك. زين محمود، راح أسألك سؤال ذكي، ماشي؟ أنت ذكي، فراح أسألك سؤال ذكي. كلمة دادا كم حرف مد بيها؟ اثنين. حفية. شاطر شاطر. زين، شكرا لمشاركتك حبيبي. عفوا سانسي. ماشي، هسه من يقول منو؟ ميار. يلا ميار. نعم سانسي. نعم حبيبتي ميار. من هاي الكلمات هي كلمة دار؟ يا هي كلمة دار الأولى. أول واحدة. عافية، عاشت إيدك يا شطورة، عاشت إيدك. إجابة صحيحة، عاشت إيدك يا حلوة. شكرا لمشاركتك. عفوا حبيبتي. زين، نشوف هسه هاي هو يقدر يقرأنا هاي الكلمة. يا شاطر والله، يقدر يقرأنا هاي الكلمة. يلا علي نعيم. نعم سنسي. يلا علاه هاي الكلمة شنو؟ دادا. عافية، عاشت إيدك، أحسنت. زين علاوي، منو من هاي الصور هي كلمة دادا؟ من هاي الصور؟ هذه. ويا الثانية، يا هي دادا. الثانية. عافية الثانية، شطور، صفقوا للعلاوي. أحسنت، بارك الله فيك. الثانية قاعدة أكتبها أصلاً. عافية، عاشت إيدك. يلا خلينا نشوف، شكرا لمشاركتك حبيبي. عفوا. يلا يلا، من يريد يقوم؟ يلا يلا يا بطل، يريد يقوم هسه يا بطل. يلا، منو قاعده مال الابطال؟ يلا يلا، خلينا نختار. عباس. يلا عبوسي. نعم سيد. نعم حبيبي عباس، شنو هاي الكلمة؟ تقدر تقرأ لي اياها؟ باوع لي. يلا. الدعاء دار. الدعاء دار. دار. ايه صح، قلتها صح، عاشت ايدك. بطل عبوسي. زين عبوسي، من هاي؟ وينها صورة الدار؟ أولى ولا ثانية؟ الثانية. لا، أولى ولا الثانية؟ هاي الأولى وهاي الثانية. أولى. عافية، عاشت إيدك الأولى. بطل عبوسي، صفقولة حبيبي. هسه يا طلاب، خلونا نكتشف حرفنا الجديد. يلا، منو حزر حرفنا الجديد؟ منو بالله؟ هسه هو حرفنا خاتل ورا هاي البردات يستحي. فمنو يقول له يا حرفنا الجديد؟ منو؟ يا هو عرف حرفنا الجديد. كلمتنا هي دار. دار دار دار. إذا حرفنا الجديد هو شنو؟ شنو حرفنا الجديد؟ منو يعرف؟ منو يعرف حرفنا الجديد؟ منو؟ يلا يا شاطر.
دا اشوفكم هنا بالكاميرا، يا هو اللي يعرف حرفنا جديد خير يرفع ايده. يلا عبد الله. يلا عبودي. يلا عبودي عرفت حرفنا الجديد حزابته يا هو؟ ايه. شنو هو حرفنا الجديد؟ راء. عافية، تقدر تلفظ لي صوته؟ ايه. يلا لفظ لي صوته. يلا يلا وياي. يلا هساني وياك، يلا نصيح له. وهسه طلع حرفنا الجديد اللي هو حرف الراء، صوته رر رر. حركوا حركوا سناناتكم فوق وجوا فوق وجوا. عافية، عاشت ايدك. شكرا شكرا عبد الله حبيبي. عفوا شانسي. يلا يا حلوين، من يقول لنا حرفنا الجديد شنو صوته؟ يلا حسن. نعم شانسي. حرفنا الجديد شنو صوته؟ عفي، عاشت ايدك يا البطل، شكرا لك حبيبي. شكرا. زين. اوس اوس فين؟ اوس حرفنا شنو صوته يا اوس؟ عافية. عافية، عاشت ايدك، صفولة. عبد الله وين رايح؟ ماما تعال تعال تفتح بالكرسي تعال. يلا سجاد. سجاد. نعم شانسي. يلا سجودي، شنو صوت حرفنا الجديد؟ أر. عاشت ايدك، صفقة حلوة سجودي، عافية بالبطل، شكرا لك حبيبي. ماشي يا حلوين، إذا حرفنا الجديد هو حرف رر. رر. حرفنا هذا يشبه الموزة، تذكروا حرفنا هذا يشبه الموزة، صوته رر. اسمه راء، صوته رر. رر. يشبه الموزة. هسه حرف، خلنا ناخذ أمثلة عن حرف رر. رر. مثل رسالة، رسالة، رسالة. وعندنا أيضا رمان، رمان. زين يا حلوين يا شطار، من ينطيني كلمة تبدأ بحرف رر؟ يلا يلا يا بطل يا بطل، من ينطيني كلمة بها حرفنا الجديد؟ منو منو منو؟ يلا ميار. يلا يلا حبيبي. نعم سانسية. يلا انطينا كلمة تبدأ بحرفنا الجديد.